الزول في اللون، مرحبا بكم في ست سكوند فيديو تاع اليوم الحد 3 نوفمبر 2024. راح نتكلموا على العنف توجور لا فيولونس اللي راهي في بلادنا، وكل نهار نسمعوا في قتيلات، ذبيحات، اقتل اذبح اقتل اذبح اقتل اذبح. بلاد ولات غير معمرة دواعش وداعشيات. هذه الاقتلالات وهذه الذبيحات وهذه المشاكل اللي راهي صايره في البلاد، العنف هذا اللي صاير في البلاد، ما جاش هكاك، ما جاش هكاك. هذا العنف هذا، هذا العنف هذا بدا منذ سنوات. وشكون هو كيما يقول الانسان كيسك اون بو دير كيسي كي ريسبونسابل سور سكي سباس مانتنون؟ بيان سور سو سون نون ريسبونسابل، الناس اللي مسؤولين على البلاد منذ 62 اليوم هما اللي راهم ريسبونسابل على هاد القتيلات وهاد الذبيحات وهاد العنف هذا. يعني في كل مكان، في كل دشره، في كل بلاد، في كل كومين، في كل بلاصه، الا العنف، الا القتيلات والذبيحات. والمشكل الكبير يعني القتيلات والذبيحات ماهوش غير يعني قال واحد قابض على ارض على هو واحد ضربوه ياه تقاتلوا ولا منا، ولا واحد كيما قال واحد سرق واحد لا غالب الاخر تغشش ضربه وقت. نو نو، 80-90% تاع القتيلات والذبيحات وهذا ما كان على جال الدين، على جال الدين. اونديري الشعب الجزائري كلف ربي، ربي كلف الشعب الجزائري المغبون، الشعب الجزائري مسكين المغبون هذا كلفه ربي باش ينصر الدين تاعو. الله يا ربي سبحانه ما كلف حتى واحد، واذا حتى باش يكلف ناس ما يكلفش الجزائريين، باسكو الجزائريين هما اخر واحد في العالم اللي قادر يتكلم على الدين، باسكو الدين في جهه وهما في جهه. ما بين هذا العنف وهذا الاقتلالات اللي صار، يا الاقتلالات والذبيحه باسم الشرف، باسم الونور، الشرف. عندهم كيقولوا كي تسمع انت الشرف تسمع انت حاجه كبيره زعما، شرف تاع العائله، وي لونور دو لا فامي، كيما تكلمنا البارح، لونور دو لا فامي نتاع الجزائريين وين جا؟ وين جا؟ على بالكم واش قلتها، عندها مده. جا ما بين لي كويس نتاع لا فام، ثم لونور تاع الجزائريين. فولدير اسمحولي، انا ما نجيبش حاجه من عند من عندي ولا حاجه من راسي، ولا اهضروا مع اي جزائري، اهضروا مع اي واحد قولوا له انت لو كان تقتل علاش؟ يقول نقتل على جلب الشرف. كيقولوا واش هو الشرف؟ يقول لك اختي دارت هكذا ولا مرتي دارت هكذا ولا. شفتوا كيفاه الشرف تاع الجزائريين وين جا؟ كونتريرمون كونتريرمون للعالم كامل اللي الشرف نتاعهم يجي في حوايج نتاع كيما معقول. يعني الانسان يخلي لافامي نتاعو جيعانه، الانسان يطيح واحد ما يلتاش بوالديه، الوالدين الكبار وساكن يحتاجوه هو طيشهم لبرا، في ما يقدرش يعيش العائله نتاعو، ما يقدرش هو يعيش روحه، ما يخدمش، يسرق، يتعدى على الناس، هذا كل يروح للونور تاعو. كيفاش انا نقدر نتعدى على مرأة تمشي في الزقاق خاتتني وانا نروح نتعدى عليها؟ هذا يسمى ريحت لونور تاعي. انا عندي لونور كي المرأة نحترمها ولا الراجل نحترمه ولا نلقى حاجه لبرا تطيش خاتتني ونهزها نديها، هذا هو نتحس في روحي باللي راح لي لونور تاعي. كي نتعدى على واحد نديله حقه، نديله حقه هذاك الوقت هذاك انا نشوف باللي راح لي لونور تاعي. داكور، بصح لونور تاعي ولونور تاع الناس لي زانتيليكتويال عمرو ما يكون ما بين لي كويس تاع المرأة، ما بين الفخاض تاع المرأة. إلاس حنا في الجزائر مازال حنا في 2024 ومازالت الناس تقتل وتذبح باسم حاجة تافهة، حاجة تافهة ما عندها حتى علاقة. والدواعش اللي راهم يسمعوا فيا والداعشيات اللي راهم يسمعوا فيا عندهم هذا الشيء، هذا هو كلش في العالم، هو كلش. لو كان تقول له نقتل لك والديك ولا نخلي المرأة نتاعك تروح مع واحد، يقول لك قتل لي والديا،
على ذيك رسمين لو كان تقول له نقتلك باباك نقتلك باباك ولا تشوف اختك مع واحد يقول اختي لي بابا. وهذا كامل ما جاش كاك، هذا جا من بعض الناس هذو الشيوخ تاع الريح، الشيوخ هذو اللي عيطولهم الشيوخ، وهما راهم سيسون دي ديابل، هما راهم شواطن شواطن شواطن، سيسون دي ديابل. علاه يقولك ديابل؟ انا نتحدى اي واحد درك، نتحدى اي واحد ينعك لي بلي كاين ان ديابل من غير هاد الناس هادو الشيوخ هادو، ولا من غير الناس اللي اللي تحرض في الناس على العنف. روحوا جيبوا لي جيش، جيبوا لي من هو طاش هذا لو ديابل. هذا ديابل ما اكزيست با، الشيطان ما كانش، حتى اللي في مكه هذاك الحيط اللي بناوها الامريكان مو شيطان، هذاك حيط بناوه الامريكان، حبيت ولا ما حبيتوش، حبوا سميوه حتى الشاف تاع الشواطن، مي بور موا هذاك حيط داروه الامريكان للاغبياء نتاع المسلمين باش يدخلوا به الدراهم دكور. هذا ما كان عندهم بينيفيس مع البورسنتاج مع السعوديه، يديو طون في كل ضربه نتاع حجره نتاع واحد كيما قال واحد بهلول جاي من الجزائر وجاي من تونس وجاي بالالاف الكيلومترات، يجيب الدراهم يمدهم لسيادو باش يضرب هذاك الحيط هذاك. يامس يامس وكاش لي وقيله يامس ولا ولامس، دونك محكمه الجنايات في عنبه حكمت بالمؤدب، المؤدب انا اسمحوا لي اني انا والعربيه زيرو ما عرفتش العربيه خلاص خلاص، المؤبد فوالا، على شخص ان جون مسكين النبي اللي حتى هو مسكين ضحايا من ضحايا هذا الشيوخ هذو، ومن ضحايا المسؤولين تاعنا اللي الشرف قالوا له بلي الشرف راهو ما بين الكويس تاع المراه. هل الجون مغبون هذا خلى والديه خرجوا من الدار في عنابه، وراح لاختو مسكينه قاعده معاه يجيب خيط نتاع تريسيتي، هي قاعده ما على بالهاش، هو يجي يحكمها من ورا بالخيط تاع تريسيتي هذاك، يضم 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 على ركبتها حتى نقتلها حتى نقتلها. وكيقتلها مسكين هذا هو يحس روحو دار حاجه مليحه، مسكين نقول لكم مسكين، انا نقولو مسكين، هذا ما كان ربي يغفر له برك، هذا ما كان. راح الكوميساريا ودخل له قال له انا جيت باش نقول لكم بلي قتلت اختي. علاه اخويا قتلت اختك؟ اي بان شرف شرف اختي هذه تمشي مع رجال وتمشي مع الاخر وتمشي مع الاخر، انا باش نمحي الشرف هذا باش نجيب الشرف للدار تاعنا لازمني نقتلها. اي بان يامس حكموا عليه بالمؤبد، بالمؤبد هما حكموا عليه مش بالمؤبد، حكموا عليه كونداني مخ بالاعدام بالاعدام. وعلى بالكم حنا الاعدام هنا في الجزائر ما نديروش، دونك رجعوه له مؤبد، رجعوه له مؤبد. هاد القتيله نتاع هاد الطفل هذا الختو مسكينه جاب محنتين زوج في عقاب بعضاهم العائله نتاعو اللي نقدموا لهم تعازينه في الموت نتاع بنتهم، ونقول لهم اصبروا على ولدكم مسكين اللي حكمين عليه بالمؤبد ما عادش يخرج من الحبس. واش نقول زوز في فرد ضربه في فرد ضربه، طفله مسكينه راحت حياتها باطل وماليها تحلو فيها، ومن اون بليس دو سا ولدهم اللي كان معاهم معمر الدار ودركا راهو ما بين الرحيوط. هاد الطفل هذا مسكين كيما قلت لكم ضحيه، ومازال ومازال راح يكونوا ضحايا بزاف بزاف، مازالوا اللي يقتل بنت اختو، اللي يقتل بنته، اللي يقتل مرته، اللي يقتل صاحبته، اللي يقتل حاجه على جال حاجه تافهه، حاجه تافهه
ما كانش أتفه في العالم قد هالحوايج دافع وقادر أختو هذه ينصحها يقول لها يا أختي العزيزة أنا أخوك ونعت لك ما تخليش الناس يتمسخروا بيك إذا يحبك هالسيد هذا ولا منه معليش وإذا غير باش يتمسخر بيك ولا منه ولا منه ما يبان لي نعت لها بالعقل وإذا ما بغيتيش راك أنت اللي تنقبيت براسك الله يسهل عليك يروح يخليها دكور واحد بنته يشوف فيها باش هي في طريق ماهوش مليح يجبد الموت ويذبحها اسكو كيدير كيما هكا يسمى راهو نحى المشكله ما نحيتش المشكله انت راك زدت مشكله على مشكله وما تسمعش يا انسان اللي راك تسمع فيا درك يا انسانه اللي راكي تسمعي فيا درك ما تسمعيش الدواعش والدعشيات اللي يقولوا لك هذا السيد هذا راهو طحان وهذا السيد يتكلم هكذا راهو دايوث وسي هذو راه مساكن اللي غالب عليهم يقولوا هكذا علاش باسكو مساكن ما عندهم والو في المخ نتاعهم لو كان نديهم درك لوبيتال ونحلوا المخ نتاعهم نقولوا للميدسان سبيسياليست يجي ينحي المخ نتاعهم يحلوا نلقاو حشاكم لا ميرد لداخل ما نقولهاش بالعربيه باسكو عيب نحوسوا نلقاو لا ميرد عندهم لا ميرد مساكن ندخلهم لا ميرد في المخ نتاعهم سينو اي بشر ما يقولكش هالشي هذا يقولك يا خويا انا اختي ولا مرتي ولا بنتي ولا دارت شي هذا انا نحاول ننصحها واذا ما حبتش الله يسهل عليها حتى تكون مرتي بعد ومرتي يا ابن عمي اللي تروح لواحد وما تخليه وما تجيش عندي انا دونك اسمع ما تحبنيش المراه هذه ما بقاتش مرتي هالمراه هذه ما عليها الا نسرحها كما قال واحد ونسرح منها انا ديجا وهي تسرح ونبينا صلينا عليه فيتو علاه نروح نقتل انا ندي بريميرمون الاثم نتاع القتيله خاطرش ديجا في الدين بعد في الدين راهو الدين دار قوانين باش الانسان ما يقتلش على الشيء هذا ما يقتلش حتى ولو يكون يشوف المراه مع الراجل قاعدين وحدهم في الدار وعلى ويسمع حتى في الهضره ويسمع منها الاسلام يقولوا لا على حساب ما يقولوا المسلمين وانا ما عنديش خبره في هالشيء هذا يقول لك لازم تجيب لا بروف واش هي لا بروف موش حكمت المراه هكذا في السرير مع واحد لا لازم تشوف كيما قال واحد لاغريسيون سيكسويال يكونوا ربعه من الناس ويشوفوا باللي لو سكس نتاع الانسان هذاك سي بينيتري كيما يقولوا هما اكثر من عارف قداش ولا منا باش يكون صغير بالمحال باش تشوف امبوسيبل علاش باسكو يقول لك داروا هذا الشيء بالعاني باش بو نو با كو لي جون تو او نو دو في هذا المشكل هذا ما كانش حب نورمالمون ما كانش قتيله في هالشيء ما كانش ضرب حتى في هالشيء هذا ما كانش ضرب كاين كلمه مختك بنتك مرتك جوج كلمات خلاص انتهى الموضوع وعلى هذا انا اللوم بزاف موش على الناس حتى الوالدين ما نلومش عليهم باسكو الوالدين بعد مساكن خضروا لهم المخ نتاعهم الوالدين اللي يقول للطفل ولده روح يا ولدي خرج ورا اختك لو كان كش ما تشوف منه ولا هكا ذبحها هذو مساكن حتى هما خضروا لهم المخ نتاعهم انا نشوف المسؤولين تاع البلاد اللي في ليكول كيجيو الاولاد في ليكول ما ينعتوا لهمش ما يقولوا لهمش يا ولادي ويا التلاميذ نتاعي شوفوا هل القضيه هذه راهي قضيه ما عندها حتى معنى ردوا بالكم ديروا العنف على جد تفاهة التافه هو اللي يدير العنف على جد التفاهة دونك حنا مازال هذا الكريم اللي صرا هذا وهذا كونداناسيون ابل بيبيتويتي على هذا السيد هذا ماهوش هو الاول كاين بزاف وماهوش راح يكون هو الاخر مازالوا تزيدوا تسمعوا ومازلت نجي نرجع لكم على حوايج كيما هادو كيما ندير هنا اتوتالور